بلاس فيغا حرفي وصانع أحذية، أحب المهنة واحترف فيها ليصنع من اسمه علامة تروج لعمله. منتوجاته حاضرة تزين رفوف المعرض الوطني للحرفيين بكوتونو ببنين. من أصغر جزء إلى بطانة الحذاء، كل شيء مصنوع من الجلد، نقوم بخياطته يدويا، وهي ما يميز أحذيتنا، وهي أحذية مريحة جدا وصلبة وصامدة أمام الزمن. المعرض تظاهرة أتاحت الفرصة لفناني التجميل الفني لعرض مواهبهم واستقطاب محبي هذا الفن، فبلمسات إبداعية زينت وجوه الزائرين. نحن نصمم تشكيلاتنا الفنية ونرسم على وجوه أولئك الذين يحبون ذلك، مع التركيز على أهمية الحدث الذي يجمعنا. على سبيل المثال، رسمت على وجه هذه الشابة وكتبت اسمها وأضفت رسومات أخرى لتبدو جميلة. تأتي هذه التظاهرة لتشجيع الفنانين الشباب على الإبداع ومنح فرصة سانحة للحرفي بترك بصمته في هذه المناسبات للترويج لإبداعاته والتسويق لها. هذه التعاونية الزراعية الرعوية في تشاد الواقعة على بعد 80 كيلومترا من العاصمة نجمينا تعتبر مثالا ناجحا للإنتاج الزراعي التشاركي للفلاحين، وعلى الرغم من الصعوبات المرتبطة بنقص المياه وارتفاع تكلفة الأسمدة، ينتج أعضاء المجموعة حوالي 3000 طن من الفاكهة والخضار والحبوب التي تباع في الأسواق المحلية للبلاد. نفتقد إلى المياه ونعتمد فقط على المطر، إذ تمكننا من الحصول على بئر لضخ المياه فيمكننا إنتاج العديد من الخضروات في كل الفصول. الآن إنتاجنا محدود ومعظمه يموت من الجفاف. يناشد قادة التعاونيات الزراعية في تشاد السلطات والقائمين على المشاريع الفلاحية للاستفادة من إعانات حكومية لتحديث الأجهزة والمعالجة الصناعية لمنتجاتهم. كل تشاد تستهلك منتجات معلبة مستوردة من الخارج. لو كانت لدينا مصانع لمعالجة منتجاتنا الزراعية فقد يساهم ذلك في الأمن الغذائي. على الرغم من الدعم الذي تقدمه المنظمات العالمية للقضاء على المجاعة في إفريقيا، ومع محاولات المجموعات الزراعية في تغطية النقص الغذائي، إلا أن تشاد لا تزال تخضع لحالة الطوارئ الغذائية التي فرضتها السلطات منذ يونيو 2022، ولا تزال التعاونيات الفلاحية تنتظر الإعانات الحكومية لزيادة إنتاجها وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد. في مدينة كوتونو ببنين، أضحى بإمكان سكان هذه المنطقة استخراج المياه الباطنية باعتماد الطاقة الشمسية الهادفة إلى الحد من أزمة شح المياه، وكذا تدعم الطاقة الكهربائية بهذا المشروع. لتجنب التكاليف الباهظة لمولدات الكهرباء التقليدية، ابتكرنا جهاز قياس يستهلك كل الطاقة من الشمس من خلال الضخ فقط. هو عرض للباحثين الأفارقة يحمل مختلف اختراعاتهم التي تعتمد على الألواح الكهروضوئية بهدف التحول في مجال الطاقة. مناخ المنطقة دعامة أخرى تتيح للباحثين الاستفادة بما يفوق 2000 كيلووات في المتر المربع. يحتاج الناس إلى الطاقة للاستهلاك خلال النهار أكثر من أي وقت. هذا ما جعلنا نبتكر هذا النظام حتى نتمكن من استهلاك الطاقة الشمسية بشكل مباشر وبدون بطارية. الاعتماد على الطاقة الشمسية من شأنه الاقتصاد في تكلفة المشاريع، مع المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.